طيب اليوم بدنا ناخذ تطبيقات عملية على الأوامر اللي أخذناها المرة اللي فاتت، اللي هي اللود واللود انفرس والاوت. بس قبل ما أبدأ بدي أنوه لشغلة مهمة جدا. هجد في بعض الأحيان بيكون على فرض عندي المضخة مشبوكة على الاوتبوت واي زيرو. هلقيتها انا بدي المضخه تشتغل لو انا ضغطت على اكس 0 وبدي اياها تشتغل لو انا ضغطت على اكس 2. ممكن انا ايش اروح اكتب اكس 0 شغل لي واي 0 واكس 2 شغل لي واي 0. عاد موضوع تكرار الكويل لنفس الادرس مرتين، تمام، هذا امر لازم احنا نتجنبه خالص، لانه انا بقدر اتفادى الشغله هاي عن طريق انه اشبك الاكس اورنج مع الواي زيرو. ليش؟ خلينا نتبع المثال هذا. عندي انا اكس زيرو لما تشتغل هتشغل واي زيرو، واي زيرو لما تشتغل هتشغل واي واحد، واكس اثنين لما تشتغل هتشغل واي زيرو. هل قلت لو انا اجيت ضغطت على اكس زيرو واشتغلت واي زيرو هذا راح تسكر، مظبوط؟ راح تشتغل معاها واي واحد. هلقيتها راح يصل الكود بيمشي هيك من فوق لتحت من يمين لليسار. لما يصل هان اكس 2 مش مضغوط، هيطفي مين؟ واي 0. فراح تصير عمليه تعارض، اكس 0 مضغوط بس واي 0 طافي وواي 1 مضغوط، شيء مش منطقي. فموضوع تكرار الاوتبوت امر لازم اتجنبه انا في البرمجه، لانه بعمل بتصير البي ال سي بتشتغل بطريقه غير منطقيه، في اكثر من كول شغالين مع بعض وهي مش عارفه تشغل هذا ولا هذا. تمام؟ فموضوع تكرار الكول لنفس الادرس لازم اتجنبه، يعني ما بعملش اوت مرتين لنفس الوار. اخذنا المره اللي فاتت الدائره هاي اللي هي اللاتش سيركل. قلنا انا عشان اشغل موتور بشكل مستمر او اي اوتبوت انا باخذ منه نقطه، فيدباك بحطها على التوازي مع زر الستارت، وفي عندي زر ستوب زي ايش؟ زي دوال الكلاسيك كنترول العاديه. طيب هل قبلنا ناخذ ايش المثال هذا على السريع؟ طبعا اليوم كلها امثله وانتم ايش تبرمجوها. تمام؟ عندي انا سويتشين، هي هذا درج، في عندي سويتشين، سويتش على بداية الدرج، سويتش على مدخل الدرج، وفي عندي ايش؟ لمبة. تعرف النظام الفيكسل، نظام الفيكسل مفتاحين سنجل بول دبل ثرو، واحد اول المهار واحد اخريته، واستخدم لما انا بدي اطفي واشغل المكانين مختلفين، تمام؟ بالطريقة هذه نفس الفكرة، أنا عندي درج وفي عندي مفتاحين، المفتاحين مشبوكين على البي ال سي على اكس 0 اكس 1، لمبة مشبوكة على اوتبوت واي 0. بدي لب اللي بفوت يضغط على اكس 0 تضوي اللمبة، يطلع فوق يطلع يصل هان يضغط على اكس 1 تطفي اللمبة يفوت على الشقة. هو طالع نفس الشيء، لو ضغط على اكس 1 تضوي اللمبة، لما يصل على المدخل هان يضغط على اكس 0 تطفي اللمبة. يعني صار ضغطة ضوء، طلعت فوق ضغطت من فوق طفيتها، وانا طالع من فوق ضغطت ضويتها ونزلت تحت ضغطت طفيتها. يعني اذا كان اكس 0 مضغوط واكس 1 مش مضغوط اللمبة تضوي، لو اكس 1 انضغط واكس 2 ما انضغطش اللمبة تطفي. بدي ايش بدي اكتب؟ بدي اقول له ال دي اي اكس 0 ال دي اكس 1 اوت واي 0. بدي اجي هون اكتب ال دي اي اكس، خلينا نقول ال دي اكس 0 ال دي اي اكس 1، وبدي انزل خط، باجي هان وبنزل ايش؟ خط فيرتيكال، وبعمل كومبايل 100%. قلت انا عشان بدي امشي على الزرار اللي عندي بدي اعمل اكس 0 واكس 2، هان اكس 0 وهان اكس 2، وبدل ما اخليه واي 0 بدي اخليه واي 1 عشان حسب ايش احنا مشبكين على الطابلو. انا هيك نزلت على البي ال سي دايركت، تمام؟ لقيت هي هنا ضغطت على الاول هي ضغطت عند اللمبه، جيت على الزر الثاني ضغطت هي طفت عند اللمبه، ضغطت على هذا هي ضغطت عند اللمبه، ضغطت على هذا هي فصلت عند اللمبه. لقيت كيف بدي اعملها على السيميوليشن؟ في عندي هنا زر السيميوليتور بضغط عليه وبعمل اونلاين، اشتغلت البي ال سي، هي البي ال سي ستوب، باجي هان بعملها رن. طبعا انا شغال سيميوليشن مش على البي ال سي تبعت. لو اجيت انا هان ضغطت على اكس 0
هي ضوء، بدي اجعل اكس واحد ضغط عليها هي طفى، ضغطت على اكس زيرو ضوء، ضغطت على اكس واحد طفى، وهكذا. تمام؟ بدكم تطبقوا على السيميليتور لازم، عشان ايش؟ عشان تاخذوا على كيف تعمل محاكاة للدوائر. عندي طبعا الافكار كلها بسيطة، بس الهدف منها ايش؟ نتعرف على الاوامر. عندي انا ممر في اتجاه واحد، في عندي البوابة، البوابة نفسها مدخل ومخرج. لقيت انا لو يكون عندي الممر ضيق ومثلا سيارة واحدة، بدي امنع انه السيارتين يفوتوا مع بعض في نفس الممر ويصير في عندي تعارض، فبدي احط مجس. بغض النظر الرسمة بتعبر عن الواقع ولا لا، في عندي مجس بيعطي اشارة انه في سيارة جاية بدها تدخل، وفي عندي مجس مشبوك اكس واحد بيعطي اشارة بدها تطلع. لقيت لو السيارة تحت المجس تبع الدخول اعطى اشارة قبل الخروج، في عندي لمبة مش على واي واحد بتضوي، فاللي جاي من الشقة الثانية بيشوف اللمبة ضاوية بيعرف انه ايش ممنوع يدخل. واذا اللي داخل اللي بده يطلع اجى قبل اللي بده يدخل، يعني اكس واحد اعطت اشارة واكس زيرو ما اعطتش اشارة، في عندي لمبة على اكس على واي زيرو اللي جاي بيشوفها، فايش بدخل جوا الممر. فبدي اعمل ايش؟ اذا كان اكس زيرو معطي اشاره واكس واحد مش معطي اشاره، واي واحد بده تضوي. اذا كان اكس واحد معطي اشاره واكس زيرو مش معطي اشاره، واي زيرو بده تضوي. طبعا ولو اجوا الاثنين مع بعض مش راح يضوي ولا حاجه. ولو انا ضغطت على اكس زيرو، طبعا انا بقدر اعمل انترلوك على الاوتبوت او على الانبوت. هنا انا عملت انترلوك على الاوتبوت بس بيزبط على الانبوت. طب مين احسن نعمل انترلوك على الانبوت ولا على الاوتبوت؟ على الاوتبوت. صحيح. ليش على الاوتبوت احسن؟ لانه البوش بوتون ممكن يعلق، بس الاوتبوت خلص ما بيعلقش، اخذ الاشاره وخلص. تمام؟ فعندي اذا انا ضغط على اكس زيرو هيشتغل واي زيرو، هذه هتفتح، فالواي واحد مش راح تشتغل. لو انا اجت اكس واحد اشاره واكس زيرو اجت اشاره، هذه هتشتغل، هذه هتفتح، فخلص واي زيرو مش راح تضغط. عندي هلقيت مضختين مية، مش مضختين، عندي مضخه ومضخه زيت. هلقيتها في مكان المخارط، الموتور بيشغل المخرطه بيرضاش يشتغل، معمول في التحكم تبعها بيشتغلش الا لما تشتغل مضغط الزيت، عشان ايش؟ تعمل تبريد للموتور وبرضه تبريد للمعدن اللي شغال وتبريد للريشه. فاحنا بدنا نعمل المنطق هذا، في عندي موتور مين وموتور تبع اول مضخه زيت، وعند الموتور الرئيسي في عندي لكل موتور زر ستارت وزر ستوب، زر ستارت وزر ستوب. بدي اعمل نظام تشغيل لاتش سيركت، ست اضغط ضغطه هيضلوا شغال، اضغط ستوب اوقفه للموتورين. بس بدي اعمل فيها فكره بسيطه، ايش هي؟ بدي ممنوع تشتغل المضخه المين الا لو انا شغلت المضخه الرئيسيه، واذا انا طفيت المضخه الاول بتطفي معاها المضخه المين، لكن لو انا طفيت المين مضخه الاول بتضل شغاله. قصدك يعني انت هذا المين الموتور هالقيد لو انا شغلته مش هيقدر يشتغل الا لو الاول اشتغلت. وفي الطفيه لو طفيت المين بتطفي لحالها الاول بتضل شغاله، اذا طفيت الاول بتطفي معاها المين. هي الفكره اللي راح تحطها هي لحالها راح تطبق الفكره هاي. طبيعي لما انت تعمل علاقه شرط تشغيل المين تشغيل الاويل، لو طفيت الاويل هتطفي معها. هي عندي انا زر الستارت، لما اضغط عليه هتسكر النقطه هاي وتعمل ايش؟ تشغل مضخه الزيت. تمام؟ هقيت لما هذه تشتغل هذه هتسكر، منيح؟ هقيت لما اجي اضغط هان راح يشتغل الطريقة هي لانه هذه صارت مسكر، لكن لو انا اجيت اشغلها بدون ما اشغل واي زيرو ولا عمرها تشتغل. هلقيت لما اجي اطفي انا واي زيرو، تمام؟ هتطفي معها واي واحد لانه هتفتح الخط هذا، فصار عندي شرط الستوب، انا اضغط على الستوب او اطفي مضخة مين؟ مضخة الزيت. لكن لو انا طفيت مضخة المين مضخة الزيت بتضلها شغالة. هات نطبقها برضو ايش؟ على السيميوليشن. لود اكس 2 لود اكس 3 اكس 3 عندي البوش بوتون نورمال كلوز فبرمجته نورمال اوبن. بدي اقول هان لود واي 1 اوت واي 1. لو اجيت شغلته دائره هذه ست ريست عاديه،
اكس 3 المفروض نورمال كلود. عفوا انا مشغل السيميليشن هان شايفين؟ ما نزلتش على البي ال سي انا، لازم ارفع الضغطة هاي عشان يعتبر انا راح انزل على البي ال سي. 100% لقيت هذا ايش الزر نورمال كلود. هيك شغلت هيك طفيت. ست ريست عادية. هلقيت ايش بدي اسوي؟ بدي اجي اعمل الدائرة الثانية. بدي احكي لود اكس 4 لود انفرس اكس 5 لود واي 1 اوت واي 2 لود واي 2 عشان اعمل دائرة اللاج. هلقيت لو انا اجيت اشغل المضخة الزيت هاي جيت اشغلها ما اشتغلتش لان واي واحد ايش؟ فهي شغلتها سكر اللوجيك هذه سكرت منيح؟ لقيت جيت اشغل اشتغلت. هذا المين موتور. هذا المين موتور، قلت لو جيت طفيت المين موتور هاي طفيته لحاله. لكن مضخة الزيت ضلت شغالة، جيت اطفي مضخة الزيت طفى. لقيت جيت اشغل مضخة الزيت اشتغلت، جيت اشغل مضخة المين ضوى. هيبدا اطفي مضخة الزيت هذه هتفتح فراح تطفي معها مضخة المين. انا ايش طفيت هيك؟ هي شغلت بدي اطفي مضخة الزيت طفوا التنتين مع بعض. تمام؟ في عندي زي نظام اللي هي المصاوره، في عندي حكم وفي عندي ثلاث فرق. لقيت الحكم قدامه زر بوش بوتون عشان يعمل ريست للنظام، وكل فريق قدامه بوش بوتون ولمبه. لقيت كل فريق قدام لمبة واحدة، في عندي لمبة مشبوكة على واي زيرو، لمبة مشبوكة على واي واحد، لمبة مشبوكة على واي اثنين. لقيت في عندي فريق صغار وفريق وسط وفريق بروفيشنال. في عندي الحكم. طيب لقيت الحكم بده يسأل سؤال. في عندي شرط، إذا كل طبعا فريق عشان يعطي أولوية إنه يجاوب بده يضغط على الزر اللي قباله. إذا الصغار إذا أي واحد منهم ضغط على البوش بوتون هتضوي اللمبة وهيجاوب. طبعا اللي بيضغط أول واحد الباقي ممنوع إذا ضغط ما بتضويش لمبته. كويس؟ إذا هذا الوسط إذا ضغط خلص بتضوي لمبته وهدول بيقدروش يضغطوا وهدول بيقدروش يضغطوا. البروفيشنال لازم الاثنين يضغطوا مع بعض عشان لمبتهم إيش؟ تضوي. يعني هذا اذا ضغط واحد منهم بتضوي هذا لازم يضغط، هل لازم الاثنين يضغطوا مع بعض عشان تضوي، واذا ضغط التنين ايش بقدروش ايش يضوي اللمبه تبعتهم. بعد ما يجاوب الفرق هذا بيجي الحكم بيجي يضغط على الزر بيعمل ريست للنظام وبتطفي كل اللمبات وايش بترجع بيسال السؤال اللي بعد. بدل ما اكرر الاكس 5 هان خليتها كور مشترك فرعت منها هيك بتزبط وهيك بتزبط. منيح؟ عندي هي اكس اذا ضغط اكس 0 او اكس 1 هيشتغل الاوتبوت وعامل انترلوك مع مين؟ مع عليه هان وهان نقطه نورمال كلوز بحيث هذول بيفتحوا لو حدا ضغط مش رح يشتغل الاوتبوت. انا نفس الشيء لازم اضغط اكس 2 بس، انا اكس 3 و 4 لازم يضغطوا مع بعض عشان يشتغل الاوتبوت اللي هو واي 2. تمام الامور؟ تمام. هلقيت انا بدي اعمل نظام انه انا عندي تنكين ميه، في عندي خزان ارضي وفي عندي خزان فوق. الخزان الارضي راكب عليه مضخه ميه، مضخه الميه بتسحب من التنك اللي تحت وبتضخ في التنك اللي فوق. هلقيت هذا التنك بتعبى من البلديه خط البلديه اللي جاي على البيت. كويس؟ هلقيت بدي احط عوام 20% في التنك اللي تحت وعوام 90% في التنك اللي فوق، بمعنى العوام اللي هان بيعطيني اشاره انه البرميل فاضي، العوام اللي فوق بيعطيني اشاره انه البرميل مليان. اذا الاول كان مليان يدي اشاره المطور يشتغل عن البرميل. اذا البرميل هذا فاضي يدي امر المطور ما تشتغلش لان البرميل الاول فاضي. عاد انا امبارح اتفقنا على منطق بدي ابرمج عليه الطبلون، مش الفكره في المنطق اللي بدنا نبرمجه انه هذا منطق براكتيكال في الحياه العمليه، بس انا تمرين بدنا نطبقه على البي ال سي. لقيت هاي عندي التنك اللي فوق في عوام بيعطي اشاره 90%، يعني اذا اعطاني اشاره بيكون التنك مليان فل،
هذا بدي اسميه تي 2 وتحت عوام معاير على 20%. لو اعطاني اشاره بيكون تانك واحد امتي فار. وفي عندي مضخه بدها تضخ ايش وتعبي التانك اللي فوق. المضخه البوم مشبوك على واي زيرو، عوام ال 20% مشبوك على اكس زيرو، عوام ال 90% مشبوك على اكس واحد. بدي احط لمبه اشاره انه تبين لي انه العوام انه التانك اللي تحت فاضي، ولمبه تبين لي انه التانك اللي فوق مليان. يعني في عندي لمبه مشبوكه على واي واحد ولمبه مشبوكه على واي اثنين. واي واحد بتعطي انه امتي، واي اثنين بتعطي انه فول. كويس كانديكيتورز على وجه الطبلة. حكيت كيف بده يشتغل المنطق، بده يشتغل بالطريقه هاي. عندي انا بده يكون على وجه الطبلة لمبه خضراء انه التانك اللي فوق فل، لمبه لونها اصفر تعطي اشاره لما التانك اللي تحت يكون فاضي. وفي عندي زر ستارت وستوب، وفي عندي زر سيلكت اوتوماتيك ومانوال. يبقى في عندي هنا كمان زر ستارت على اكس 2 وستوب على اكس 1. بغض النظر هاي التوزيع خلص هنا، وتوزيع الاكسات والوايات، تمام؟ هاي كيف بدي اشتغل؟ بدي اشتغل نظام اوتوماتيك ومانوال. لو انا شغلته اوتوماتيك كيف بدي اياه يشتغل؟ بدي اياه يعتبر انه انت نظام ذكي واشتغل لحالك، طول ما التانك اللي تحت فيه ميه والتانك اللي فوق نزل مستواه عند 90% على طول يعوض الميه اللي تم سحبها، تمام؟ راح النظام الاوتوماتيك بيشتغل في حاله انه التانك اللي تحت فيه ميه والتانك اللي فوق نزل مستوى، بيطفي في حالتين، اذا التانك اللي فوق امتلى او التانك اللي تحت صار فاضي. طيب ايش الحاله الاوتوماتيك؟ طبعا في نفس اللحظه اللمبتين بدهم ايش؟ في حاله اللي تحت فاضي بدها تضوي، اذا اللي فوق امتلى بدها تشتغل. في المانيوال بدي اشغله نظام يدوي، لما انا بدي اشغله بضغط على زر الستارت. لو انا بدي اشغله بشكل يدوي بدي اقدر اوقفه بنفس الوقت، بده يطفي لما انا اضغط على زر الستوب او التانك اللي فوق يمتلى او التانك اللي تحت يكون طافي، تمام؟ يعني نظام تشغيل يدوي اون اوف مع ايش؟ شروط انه التانك اللي فوق امتلى او التانك اللي تحت كان فاضي. في الاوتوماتيك انا بديش اشغله، انا خلص بدي اياه طول ما هو في ميه ونزل المستوى يعبي ويطفي. في العاده في طبلات المضخات بيعمل نظام الاوتوماتيك، هو بيكون في نظام تشغيل ذكي، في النظام اليدوي تشغيل يدوي وبكون هو رافعين منه الحمايات. يعني انا بدي اشغل يدوي بس ما بديش تفصل حتى لو كان التانك اللي تحت فاضي او التانك اللي فوق انتهى، بيرفع الحمايات فيه، بيعمل نظام يدوي في عمليه التست. لود اكس 0 لود اكس 2 اوت واي 1 لود اكس 4 هان عندي لود اكس 5 لود اكس 7 لود اكس 3 بدي احط هنا النقطة هاي وهنا بدي اعمل لود واي 1. لقيت عندي التانك اللي فوق فيه مية والتانك اللي تحت فيه مية، اللي فوق فيش فيه مية، تمام؟ لقيت انا بدي اشغله اوتوماتيك. طول ما انا مشغله اوتوماتيك واللي فوق مليان، تمام؟ مش رح يشتغل. اذا الفوق فضي شوية هتشتغل المضخة عبين ما التانك اللي تحت يفضى او ايش، او التانك اللي فوق ينتل، تمام؟ هكذا انا حولته يدوي. في اليدوي هيك بعمل له لاتش، تمام؟ التانك اللي فوق مليان مش رح يشتغل، التانك اللي فوق فضي شوية صار ايش، ما اشتغلش مباشر. اجيت انا ضغطت عليه اشتغل، تمام؟ ممكن انا يطفي في اكثر من حاله، في حاله انه انا ضغطت على زر الستوب، او في حاله انه انا التانك اللي تحت فضي، او في حاله انه التانك اللي فوق انتهى.